تكوينية من تنظيم ودعم المعهد الجمهوري الدولي بمدينة تيزنيت. هذه المناسبة كتشكل واحد المناسبة باش نخلقوا شبكة لدعم قدرات النساء السياسيات والنساء كذلك في المجال الجمعوي، يعني واحد الإطار اللي غيمكننا نحن كنساء أمازيغيات نعبروا ونتكلموا على مجموعة ديال المشاكل اللي كنعانيوا منها في الحياة السياسية وفي الحياة الاجتماعية. هناك مجموعة من المواضيع ومن الورشات التي سيتم يعني تنظيمها لفائدة هؤلاء النساء اللي غنستافدوا منها جميع، يعني باش تقوي المرأة في الحياة السياسية ديالها. دونك من جملة هاد يعني المواضيع سنتحدث عن دستور 2011 والمكانة ديال المرأة اللي خولها المرأة يعني باش تبوء نتائج مهمة في الانتخابات واستحقاقات يعني القادمة إن شاء الله ديال 2016. دونك هذا واحد يعني مناسبة للمرأة الأمازيغية باش يكون عندها واحد الهيكل تعبر فيه على المشاكل ديالها وعلى الهموم ديالها، وتعبر فيه كامرأة أمازيغية حرة تتوق إلى الانعتاق وتتوق أنها تكون متواجدة في المؤسسات يعني السياسية والمؤسسات الدستورية للبلاد باش تعبر على المشاكل ديال المرأة اون جينيرال، المرأة المغربية. وحنا فرحات جدا بالتواجد ديال المعهد الجمهوري الدولي معنا اليوم والدعم ديالهم والمساندة ديالهم لهذه المبادرة. سمي عصادة ديال غمس المساواة اللي لان اللي يسكر وسيناك أبلودان أمضلان أفاد أي سموت قد نغدى يسدوس قدرات نسائية سياسية سيغتو إيتم غارين لي سوسمي بها اللي غير الخير دغما خت قالي زوين سوس مسا اللي غنس نيس لان كي كانت مغارين غير هاد الليلة اللي نغي كبرني سرتان لي صورين غومسي كبرني سرتان يفولكي بهرا نغتزر بهرا تفركايا اللي سكرو سيناكات اشكون سي مغارين غصات صغوصان سوس موت صغوصان سفد دي سنت كي كانت مغوسيوين غصات مغادر سي نسوير بهري خاطرني نسوير بهري مقرن غما يزلين تسرتي تمغربيت تزدرت مغارتا تناول نصدرت مغارتا تدرو غما يزلين دي زرفان غما يزلين القوانين غما يزلين كل ما يزلين دوا مور المغرب يقن تمغار تمغربي تستنشعي تقن تمغار تمغربي دا دسنسك ما اختكا هادو نقل سمغار هاد اختكا ورسني في كيوالو الوقت كويني قايت الحاجة كان أساسية أربعة رسي مغار اختم سمونتاد نغد أسينا قاد ليوش كان غصادة فادة داغيفك تيفاوين يستو ساغيلين سن إملا غايد مشاركة في هاد الدورة التكوينية اللي تقوم بها المعهد وهي عبارة عن شبكة هاد الدورة هادي محطوطة في شبكة اللي إن شاء الله غادي تكون ما بين جهة سيفت مراكش وجهة سوس مسا وودنون واللي هي اللي تدعم الكفاءات ديال قدرات المرأة السياسية واللي تتحول ما أمكن أنه باش تخرج المرأة للعمل السياسي والميدان السياسي ونحاول ما أمكن أنها تشجع المرأة على الصعيد الوطني إن شاء الله. ومن خلال هذه الدورة هذه أنه تطرقنا إلى عدة نقاط من بينها أنه مشاركة المرأة في المجال السياسي يجب أن تكون في محطة اهتمام الكل وتكون واحد الواقعية والمرأة خاصها تفرض راسها ما تكونش تحت وطأة الجهل وطأة الانعدام المعرفي بكل ما يجري وما بغيناها تكون كصورة واضحة غير أمام ما توضعش غير في الصورة إنما تكون بالعمل. ونتمنى من النساء اللي مقدمات أنهم باش يدافعوا على حق المرأة يكونوا متمكنات ويوصلوا واحد الرسالة للعالم بأكمله بأنه المرأة موجودة سواء بالمدينة سواء بالقرية سواء في أي مجال، إنما تخص تعطى لها الأولويات وتعطى لها الإمكانيات أنها تثبت رأسها. شكرا.